السلام عليكم المتابعين ديال نادي اخويا الطيب. دابا انا نقول السلام عليكم، ندير القناه لي يطا يا كمان يا صافي. دابا تحكمنا فيها حنايا، تحكموا فيها حنا صافي. مش هنا غتجلسي وهنا غنصور انا ومريم وخلي يطا تما. السلام عليكم المتابعين ديالنا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مع صحيحتكم وليداتكم، ونتمنىكم تكونوا على خير وبخير. وكما كتشوفوا مريم راه عندي هنايا، راه كتصور شي فيديو بتاع نوضي تصوري هنا عندي فيديو. وكي دايرين دايرين غدا، دايرين دايرين عشاء، دايرين دايرين كاسكروت، وبلي قسم الله نوضي تصوري معانا. ودابا راه هي قالت لك انا غنعجن، قلت لها قالت لك انا غنعجن، وهاد النهار غتخبزي برا، غتخبزي خبزية. انا راه توري لكم مريم حداكزها ديال الخبز برا، فرد المسيرة ديالنا حنا. وراه حطت مسكينة الطحين وغتعجن، قلت لها غنسمحي بالعجينة هي وتجي لهنا، قالت لك مكاينش مشكل، حنا موالفين العجينة. ودابا راه غتعجن، وخلي مديا تهضر معايا. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وراني دابا عند عمتي، رحبت بين الله يرضي ربي يسهل عليها. ودابا راني غادي نعجن قدامكم اخوتي المشاهدين، وغادي نعجن، غادي نخبز في الفران للمسيره ان شاء الله. غادي نوريكم الجو ديال الباديه كيف داير، حنا قتلناكم تمايا بالطياب الطياب، دابا نوعوا لكم شويه ديال الروتين ونبينوا لكم الشجر والدجاج ونبينوا لكم. دابا غادي نبدا نعجن. هانتوما درت الطحين ودرت الخميره، بسم الله ما تسخنش الماء بزاف، لا شويه صافي. ايوا انت دابا عجني عجينتك، وحنا راني كنقي شي قناريه برا. سير حاد قمري. دابا راني نبدا خوتي من الكان، انتوما راه جمعات اخوتي مسكينه، انا راني كنبكي بالبصله. انا راني كنبدا خوتي المشاهدين بالبصله. مريم هي اللي قال لك انا غتكلفنا بالخبز والعجينة. ما نعاونكش صافي، نضربو عليك وعن برا. هادشي عليه بوحدك، تعرفي له بحال يوم بوحدك، ما نعرفش هذاك الشيء كنعرفي له انت عمتي. قولي لي انا عندو زبد خويا، انا عارفه اللي كاين اللي كضحك معايا صافي. هاكا نضحك. يلا خوتي انتما معانا. خوتي غادي ندير الماء ساليت، دابا غادي نتمنى انكم تقبلوا علينا اخوتي المشاهدين. ندير اخوتي الملحة، وانتم كما كتشوفوا راه كلشي كيعرف يعجن، حنايا كنشاركو معاكم وصافي اخوتي. مريم هي سالات اخوتي المشاهدين، تخلى دابا ترتاح غير شويه في الكسا وطلع اخوتي المشاهدين. يلا نتما مع اخوتي، هي خمرت لي العجينه اخوتي. غادي نبدا الاول العجينه، طلعت اخوتي انتم كيف تشوفوا، وغادي نقطعها الطلق عاد نقرصها وانتم معايا اخوتي. غادي نبدا نقرص مينوش. يلا خرج مينوش، غتابعنا وي ايوا. دابا راه طلعت حداهم غادي يخبزو، وانا نولسهم هنا. لالا مريم كتخبز وانا جايه بنتي، ولا لالا يسرى. ايوا انا غنطلع نقعد حداهم كي الحطاطا. هي البركه، هي حطاطا بنتي، ما خا نخبز ما غنطيب الله يرضي عليك. عاد نطمعوا فيك الوالده، انت جلسي وامري. ايوا لالا مريم ها النهار تخبزنا الفران، ها نهار كبير. ربي يخليك الوالده ان شاء الله، الله يطول ربي يخليك ديك الرضا، يخليك لينا ربي يخليك، يزيد لكم السعادة بنيتي. آمين.
فهمتي كنعرف ولا انا تعاوريهاش كما قلنا حنا هي ما تعاوريهاش ماما يش على العافية يش على العافية السديو هكا تربط مني مي سخني مي انا قنطات قمطتي امي طلعت سخني طلع خليني نروح البيت راه كنخرج في الفراغ عجلاش نطلع 200 درهم ما قديت ايوا دروج عليك دروج عليك هذه دمي شويه عليك طاب اخوتي صافي حنا غير دابا غير نسالو الخبيز مخلينا فوق العافيه شقه سخونه نخبزو صافي يلاه نتوما معنا اخوتي اخوتي مريم انا غنشد خصني ولا جات ما كتبانش ولا جات تشد غتشد كل الفران عندي ما حادش واش غيتشدو غيديها كيشد كلش ياك مريم ها زيت فيها دابا غنغطي دابا خوتي راه طيبات مريم الخبز كما كتشوفوا هانتوما يعني انا ها كنجي نجبد ايوا الحق نقولو هادي مازال كتبدا تقدير اخرى ما تتحركش من تحت وغنردها وندخل نتغداو غردات لي ولا شي دغيا نجيو نشوفو لا ما نساو يلاه يلاه انتما معنا خوتي خلي مريم تهضر مع المشاهدين وانتما معايا اخوتي المشاهدين كما كتشوفوا راني دابا خبزت العجينه ديالو نتمنىكم تقبلوا علينا اخوتي المشاهدين اللي درناه كنشاركوها معكم راه كلشي كيعرف يخبز وكلشي كيعرف يعجن حنايا اللي درناه كنشاركوها معكم راكم بحال العائله ديالنا هانتوما خوتي الله يعطيها الصحة غير يعطيك الصحة مريم الله يعطيك الصحة والخبز ديالك ربي يخليك لينا نتمنى انكم تشاهدوا هاد الفيديو ديالنا وديالهم وكي قالوا عاونوا مريم الفيديوهات ديالها اللي كديرها امين يا ربي وشكرا لخوتي المغاربه فيما كنتو خوتنا الجزائر العزاز غاليين شكرا لك خوتي ها هو الخبز غندخلوا نديروا ميمي راجع جا من المدرسه تقول لك ماما راه خص انا ربي الجوع شي تجوع جوع 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 يلا قول السلام عليكم مشاهدينا قولها 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 ما ودي قول قول مولدي السلام عليكم دير لهم دير لهم اشرف هكا ودير لهم مولدي يا ربي السلامة على بوسة كبيرة وصلها لكم اخوتنا المشاهدين وهو هذا الفيديو اللي دارت مريم ونتمنى يعجبكم ونتمنى تشاهدوا هو هذا الجو ديال هذا النهار ديالنا حنا نهار الشميشة الصباح كان شوية الغياب قلنا الشتا غتكون دابا سبحان الله يا صحات ما بقات حتى غيامة كاع الله يلاه صحات ايوا الحمد لله الله يرحمنا والله يعطينا على قد النفع يا ربي واللي مازال ما حرطش حرط ان شاء الله وينوض الربيع وينوض وتنوضنا البقولة باش نشبعوا بقولة كتنوض بقولة والحلجة والحلجة كتعجبني البقولة بعدا انا كتعجبني كل نهار نصيبها نديرها كتجي زوينة هي كتعجبني البقولة وتنوضنا القنارية ونزرعوا القصبر والمعدنوس والشتا هي كلش كاع باش كتنوض داك الشيء اه نايضة شنو هي نايضة؟ بقولة لا اه قنارية وما زخص الشتا باش تكبر وتغلاض وتطوار وتجي للطياب ما نبقاش نشريوها كاع وهو هذا خوتي الفيديو ديالنا نتمنى يعجبكم وشكرا لخوتنا المغاربة كلكم العزاز وشكرا لكم بزاف على الكومنتيرات ديالكم اللي كتكتبوا وشكرا على المشاهدة ديالكم العزاز ونخلي مريم تهضر معكم وراكم شوية وبسلامة عليك يا يطو هانا يا يطو قول يطو ديت لك القناة صافي يلاه جلسي نتيا حنا هنا نصورو وكما كتشوفوا اخوتي المشاهدين كما قلت لكم راه حنا خبزنا دابا ونتمنى منكم تقبلوا علينا وراه عمتي رحبت بنا واحد الترحيب الله يجعل ربي يخليها لينا طول ربي في عمرها كلشي والله مرحبا بالمشاهدين كلهم اللي جا عند جا عند طيب وبغى يجي عندي مرحبا به الف مرحبا واللي جا عندي انايا من قنتي مرحبا لحقاش مشاهدين وحدين الحمد لله رحنا مشاهدين وحدين الله يخليهم لينا يا ربي بهم الف مرحبا ويخبزوا معايا في الفران ونجبد لهم خبيزه ونقسموها قدامهم ونعطيهم خبيز سخونه من الفران ونطيبوا لهم ملاوي في الكانون والحرشه في الكانون ونطيب لكم الطياب في الكانون وكي قالوا داك الشيء اللي كتشوفوا في الفيديوهات اخوتي نديروا لكم مباشره والله مرحبا بكم الف مرحبا وخليناكم على خير اخوتي السلام عليكم اخوتي المشاهدين